احنا بنتكلم في جزئيه. هل دلوقتي انا منحت مصر يكون موجود؟ انت منحت عنا المصل؟ لا، كان المصل لسه ما منحش. الاستاذ حسام نزل قرار مضى عليه ان ممنوع المصل ينزل بالرجال بعد موضوع بنتي بثلاث اربع ايام. اما المصل كان موجود ومنعوه، وانا ما كانش معايا يمكن اجره العربيه نروحش بيه. روحتش بيه، قعدت 24 ساعه تحت مصر. جه موظف من الوحده جاب قرار ودخل الاستاذ سلام رضوان سكرتير الوحده المحليه بالبرجات، قال له حسام اهو القرار اهو من الاستاذ حسام سلامه ممنوع مصر ينزل بالرجال. والكلام ده الاستاذ سلام موجود وانا موجود، وبنتي مشت قعدت نص ساعه هنا لحد الشيخ خيري اللي بيقطع التذاكر دي، قال لها حرام عليك خدي بنتك هتموت منك. ال 50,000 بيقولوا نفسيني، 51,000 عايزين دكتور موجود، واحنا هنوفر له السكن بتاعه واكله وشربه على حسابني مش على حساب الاداره. ليه؟ عشان لما امي تتعب بالليل ونيجي نلاقي دكتور يكشف عليه. انا مش عايز منه حاجه، يجلس لها الضغط، يديها حبال القلب. انا عايز كده لما ابني يتعب بالليل. انا النهارده في شغلي بالليل، انا النهارده عندي ورديه بالليل الساعه 2، ومراتي واحده قاعده في شقه لوحدها هي وعيالها، وابنها تعب بالليل. تروح لمين يا حاج صلاح؟ تروح مين يا استاذ صلاح؟ انت من يوم ما جيت الوحده المحليه هنا وعملت انتعاشه في الوحده المحليه، بس ناقصك برضو حاجه وطالبناك كتير. وانت قلت انا كلمت الدكتور حسام اكتر من مره، احنا بنقوله عايزين دكتور موجود في الوحده الصحيه او وحده طب الاسره. احنا بنطالب يكون دي مستشفى مركزي، احنا بنطالب وبنخاطب جميع الجهات مشايخ ويكون المستشفى مركزي، يكون في دكتور متواجد لينا. انا تعبت، اخويا تعب، اي حد في البلد تعب، هنا في دكتور. يعني انت بتيجي ما بتلاقيش طبيب موجود في الوحده؟ والله كم مره وكم مره عملت محاضر في الوحده المحليه. والدكتور حسام قال لك انا اكتر حاجه اعملها غيبه ده موظف حكومه يا استاذ، ده اكتر حاجه نغيبه. دلوقتي حضرتك البرجات اكتر من 50,000 نسمه ماشي، ازاي المستشفى ما يكونش فيها دكتور متواجد؟ بيحصل حوادث عندنا بالليل، بيحصل حالات غرق في الليل، احنا ما بنعرفش، ما بنلاقيش دكتور. بنتصل بالدكتور حسام، نروح نجيب الدكتور من مزاوية البحر، من البيت نجيبوه بعربية ونودوه بعربية. بالنسبة لطب الأسرة بسم الله ما شاء الله 100%، بالنسبة للأطفال يوم الثلاث وبنشوفهم شهادة إيجابية. لا بجد بالنسبة لطب الأسرة للأطفال بالذات. أما موضوع إن العلاج ومش العلاج والكلام ده كلته، هم عندهم على أجد عندهم في العلاج، هم دول اللي موجودين. وممكن يبقى 10-15 يكشفهم ويجي 16 ما يلاقيش علاج. ممكن خدت بال حضرتك؟ هي بالنسبه للموضوع الدكتور، وجود الدكتور والعلاج في المستشفى. اما بالنسبه لطب الاسره ما هي معموله طب اسره وعلى اعلى مستوى حلوه.